والله فاتح ثلاث حسابات حق العيال، واحد منهم اللي فاز عبد الله. يعني شعور، اول شيء تعاملت في الاسلامي من زمان قديم، والشعور تفاجأت وايد بالاتصال، ما كنت مصدق. يعني خبرت عبد الله والاهل كلهم، قلت لهم مره واحده بخبرهم وهاي، وكلهم اتسانستوا وما صدقوا بالخبر. يعني ما صدقت في البدايه، انا ما كنت متوقع انه صدق، بس الحمد لله يعني فزت. والله صراحه الفكره حلوه ان الفائز يكون مو بس مره واحده ياخذ الجائزه، كان طول السنه قاعد ياخذها، ويعني بيكون نفس ما تقول اناسته بتكون طول السنه مو مره واحده. يعني مشكورين على البنك على التنظيم هذه وعلى الجوائز، وخلي الناس المستثمرين يدشون على البنك في حسابات التجوري. يعني والله يوفق الجميع ان شاء الله.